العباد زاد تشكاو، قال لك عندنا مشكله في المونتاج. وانا بيدي كي تفرجت فما مشكله في المونتاج، العباد بعد ساعات من بين السيكونس والسيكونس ولا من بين البلون والبلون يحسوا تنقيزه. علاش التنقيزه هذيك؟ المونتور نتاعنا نورمالمون بين البلون والبلون يحط بلون كوب مثلا على الجمهور يصفق على الباند، قاعدين يعصوا باش ما نحسوش الباساج هذاك فما تنقيزه والعين تتقلق. يا مونتور تسمع فيا يا معلم، مره جايه حط لنا بلون على الجمهور، ما لقيتش بلون على الجمهور، على خوله تشتح على الباند ما لقيتش بلون على الباند، حط لنا قفله سيرك الجموله اللي يتعداو، حط لنا شجره، حط لنا سيدي محرز. يا مواطنين كان المونتور بتاعنا راقد وما نجمش يحط، حط انت تصوير ولادك، حط تصويرتك مع المراه في البحر، بيرسوناليزي، عاونونا ما يسالش، دعمونا برنامج جديد.